بنقتلهم عشان نستريح منهم. ايه المشكله لما الاب يضرب ابنه؟ النهارده عايش بكره ميت. اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضيه دي اللي حصلت في محافظه كفر الشيخ، بالتحديد مركز الحمول اكثر تحميلا في قريه اسمها قريه كوم الحجر. يا جماعه ربنا وصانا بايه؟ ربنا وصانا بالوالدين، ووصينا الانسان بوالديه، بوالديه يعني الاب والام. طب الرسول وصانا على الاب والام؟ طبعا. لما قال له مين يا رسول الله او يعني اولى برعايتك؟ قال له امك. قال له مين تاني؟ امك. مين تالت؟ امك. مين رابع؟ ابوك. يعني القران وصى بالوالدين، والرسول حط الاولويه لمين في الوالدين الاول؟ الام، وبعد كده الاب. تخيلوا، رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيم، لا حس بحنان الام ولا حس بحنان الاب، لكن سبحان الله ما هو الا وحي يوحى. سبحان الله، يعني الرسول وصى بالام رقم واحد رغم انه ما حسش بامه ولا عاش معاه، ووصى بالاب رغم انه هو كان يتيم الاب والام. سبحان الله، ده دليل على عظمه القران وعظمه الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن احنا في الواقع الفعلي بنشوف دلوقتي اولاد بيودوا ابوهم وامهم دار مسنين. الابن يقول لك انا مش فاضي، انا بطلع الصبح برجع اخر النهار، مين هياخد باله منه؟ يا اخي مراتك. لا، مراتي ملهاش دعوه، ده مراتي يا دوبك الله يساعدها على تربيه عيالها. تلاقي البنت تقول لك اودي امي عند دار ايتام، دار مسنين. ليه يا حبيبتي؟ دار مسنين ليه؟ ما انت بنتها تخدميها. تقول لك طب انا هعمل ايه بجوزي؟ يعني طب انا هي ولا جوزي وعيالي؟ ما هو انا ما اقدرش برضه، ده ربنا وصانا على الزوج، وقال لو يعني لو السجود لله لامر الزوج ان تسجد لزوجها. لا ما اقدرش. تروح تدي امها في دار مسنين. بقى الاب والام عاله على اولادهم لما يكبر. سبحان الله. رغم وبعدين في واحد يقول لك ايه يا عم احنا بنعملهم بالمثل. ازاي بالمثل؟ واحنا صغيرين كان بيودونا حضانه، ما كانش مهتمين بينا، فلما بيكبروا نوديهم احنا دار مسنين، يبقى كده خلصنا. هم ما كانش مهتمين في صغرنا، احنا ما تمناش فيهم. لا يا اخي خالص يا اخي، الكلام ده مش مظبوط. الحضانه دي بفلوس، هيقول لي دار المسنين بفلوس. ايوه بس الحضانه دي لمده ايه؟ 3-4 ساعات انت بتشتغلهم، لكن انت بتضيع دار المسنين ليل ونهار. ايه رايكم في اولاد بيتمنوا موت اهاليهم؟ يعني تلاقي الواد يقول لك ياه امتى بقى يروح في داهيه؟ عارف عايش لغايه دلوقتي ليه؟ ده عنده 70 سنه، هو هيجرفنا دنيا واخله؟ بيدعي على ابوه، وفي اللي بيدعي على امه، يقول لو تغور بقى في داهيه متعبانه في عيشتنا ومزهجانه، مش لاقينا واخده اوضه لوحديها، وبتاكل وبتشرب معانا، وكمان مش عاجبانا كل شويه عيان، وكل شويه وجع قلب، ما ربنا ياخدها بقى، في عيال كده. بقينا في زمن اقسم بالله، ده بيقول لك يا بخت اللي بيلقى والديه في السن ده، ده الدعوه فيها بالجنه، الدعوه فيها بالرزق، الدعوه فيها بالصحه، لكن احنا لا، كل واحد عايز يراضي مراته، مراته متضايقه من امه، يبقى تغور الام، اهم حاجه مراتي اللي باخدها في حضني اخر الليل، لكن امي هتنفعني في ايه؟ ست عجوزه كركوبه. يا سيدي ايوه العجوزه والكركوبه دي، انت ما تعرفش فضلها عليك بعد ربنا ايه؟ ده كفايه لما بتدعي لك من قلبها بس، دعوتها دي بتخترق عنان السماء، بتجيب لك الرزق وبتجيب لك الخير كله. لكن احنا مستعجلين نقفل ابواب الرزق، ابواب الخير، مش عايز امي تغور، مش عايز ابويا يغور، نوديهم دار مسنين، هناك هيرعوهم اكتر منا، او احنا ندفع لهم فلوس كم فلوس قد كده، يعني يا سيدي هي مش عايزه فلوس، هي عايزه بس حد حنين يبوس عليها الصبح يقول لها صباح الخير يا امي. عايزه حد يجي يبصها في الليل ويقول لها عايزه حاجه يا امي، مش عايزه منك اكتر من كده، هي لا عايزه دار مسنين ولا عايزه فلوس ولا عايزه تاكل وتشرب، هي عايزه حد بس من ولادها يكون جنبيها ياخد بيتها. يا جماعه والله في امهات وابهات بيدعوا على نفسهم بالموت، يقول لك يا رب خدني بقى عشان ولادي يستريح. ليه بنوصل والدينا لكده؟ ليه بنوصل والدينا ان هم بيتمنوا الموت عشان يريحونا؟ يعني تخيل الام ولا الاب بيتمنوا ان هم يموتوا عشان يريحوا ولادهم. شوف احنا وصلنا بقينا وحشين ازاي؟ شوف احنا بقينا وحشين ازاي؟ بقينا ازاي وصلنا ابوهاتنا وامهاتنا للمرحله دي؟ يا بخت اللي ليه اب وام يدخل بيهم الجنه. يا بخت اللي راعي ابوه وامه في الكبر ويدخل بيهم الجنه. تعال نشوف اللي حصل للاسف في قريه صغيره اسمها قريه كوم الحجر مركز الحمول محافظه كفر الشيخ. راجل عنده 75 سنه، 75 سنه يعني ايه؟ يعني خلاص. يعني الاعمار بيد الله صحيح، لكن للسن بتاع 75 سنه رجل بره ورجل جوه، يعني احنا لو كحينا في وشه هيموت لوحده. مستعجلين على موته ليه؟ ابنه اسمه احمد عنده 35 سنه، ومراته عندها 24 سنه اسمها ايمان. كل شويه الراجل معروف ان الجماعه اللي كبار في السن لما بيجي ياكلوا مفيش اسنان، ف
فلما يجي ياكل الرز، الرز تقع على هدوم، يقع على السفره، يقع على الارض، انت هتاكل ازاي؟ وتقعد تزعق في ابوه. يجي ابنه، يا ابويا بقى ما تلم نفسك شويه، انت وانت. الاب مش عارف يقول لابنه ايه، عايز يقول له يا ابني لما تكبر زي والله هتعمل زي، انا ما فيش اسنان يا ابني، لما باكل الاكل بيوجع على هدوم، لما بشرب الميه بتوجع على هدوم. شيء طبيعي، كبر سن. على فكره يا جماعه، كبار السن دول بيرجعوا تاني اطفال زي الاول، تلاقيهم بيشربوا اللبن زي الناس، زي الاطفال الصغيرين، بيلبسوا البامبر زي الاطفال الصغيرين، عايزين اللي يحميهم زي الاطفال الصغيرين. يعني دوره الانسان دي بتبدا من اول الرضاعه لغايه الكبر للشباب للكهوله، بيرجعوا تاني للرضاعه والبامبرز. هي كده، هي الدنيا كده، كله بيرجع تاني، دايره دايره بتلف وبتدور، سواء للراجل او للزوج او للانثى، شيء طبيعي. لكن احنا للاسف كل يوم تتخانق مع حماها اللي عنده 75 سنه. الواد قال له بقول لك ايه يا بابا، بتروح عند اخواتي، هو مفيش غيري انا؟ قال له يا ابني انت اكتر واحد عندك اوضه بقعد فيها، اخواتك التانيين مش لاجيين يا حبيبي، هروح لهم فين؟ انا هو في حته بتوى فيها عندك، عندهم مفيش وحالتهم صعبه، مش لاجيين يوكلوا عيالهم، اروح انا فين يا ابني وانا راجل عندي 75 سنه؟ قال له انا متسنى تشوف لك حل، لا تاخد نفسك كده وتمشي تروح في اي مصيبه، لا تروح عند اخواتي، انا قفلت منه. قال له يا ابني انت نسيت، انت قاعد في بيتي، ده انت متجوز وقاعد في بيتي يا باي، هو انا اللي قاعد عنده؟ ده انتوا قاعدين في بيتي، خد انت مراتك يا ابني وروح اقعد في حته تاني. انت بتطردني يا باي؟ يا ابني مش انا اللي بطرد، ده انت اللي بتطردني، بتقول لي روح عند ولادك. طب اروح عند ولادي ليه وانا قاعد في بيتي؟ ده انا جوزتك وقعدتك في بيتي، انت قاعد في بيتي انا، يعني لما انا ابوك قعدتك في بيتي ما كنتش هتعرف تتجوز، وجاي في الاخر تقول لي اروح عند اخويا عند ولادي؟ انت اللي تروح يا ابني شوف الحته تاني. اتخانق مع بعضهم، يعمل الواد في ابوه، قال له انا سبت منك يا باي، انا مش قادر اعيش لا انا لا انت في البيت ده. والمره تقول له ايه؟ اللي هي مرات ابنه، تقول له ما كفايه بقى انت عايش ليه؟ هتاخد زمنك وزمن غيرك. قال لها يا بنت الاعمار بيد الله، يا بنت انا لو عليا عايز اموت واستريح منكم، وعايز اريحكم كمان، وعايز ان انتوا تستريحوا مني، بس اعمل ايه؟ ربنا اعطيني طول العمر يا حبيبتي، لكن اصبر يا امايا، النهارده عايش بكره ميت. الواد قال له لا يا باي انا مش هينفع، راح شد ابوه كده بهدومه، بيشد ابوه اللي عنده 75 سنه ووجعه على الارض. الراجل راح شتم ابنه، قال له لما انا ما عرفتش اربي، انا لو بربي حيوان كان تمر فيه، الله يحرجك انت ومراتك وعيالك. الواد قال له انت بتشتمني يا بابايا، وراح مسك مفتاح انبوبه البوتاجاز، عارفين مفتاح انبوبه البوتاجاز الحديد ده، وعلى دماغه ثلاث خبطات. راجل عنده 75 سنه مات في ساعتها. اللي حزن بقى ان مراته تقول له سلم ايدك، سلم ايدك يا احمد، ريحتنا منه. ريحته من ايه يا بومه؟ ده انت ده موت ابوه، ده ابوه مات وهو هيدخل السجن في تهمه من ابشع التهم اللي خلقها ربنا، التهمه قتل ابوه، قتل ابوه. عارف يعني يضرب ابوه ثلاث مرات على دماغه بمفتاح الانابيب؟ يعني هشم راسه، مات في ساعتها وانت بتقول له الله يسلم ايدك؟ الله يحرقك انت يا شيخ، الله يحرقك. خليت الواد قتل ابوه، كل ده عشان مش صبر على راجل عجوز، هو كان هيموت لوحده والاعمار بيد الله. طبعا الواد ضرب ابوه وجري، جات الشرطه، الست زعات، جت لقت الاب طبعا مضروب ثلاث خبطات على الراس بمفتاح انبوبه البوتاجاز، واداه الجريمه موجوده بالتحريات والمصادر السريه والضغط على الزوجه. اعترفت ان احمد وهي مسكوا الاب نتيجه ان الاب كان بينفعل على ابنه وشتمه، وان احمد ما قدرش يمسك نفسه فراح ضرب مفتاح انبوبه البوتاجاز لما ابوه مسك فيه، وان احمد ما كانش ناوي يقتل ابوه ولا كان يقصد ابوه انه يقتله، لكن للاسف هي ساعة شيطان. لكن الكلام ده ما ينفعش نقوله قدام القضاء وقدام النيابه وتحريات الشرطه، ساعة شيطان. هي خناقه، الابن مسك المفتاح وقتل ابوه عشان عايز ابوه يطلع من بيته ويروح عند ولاده التانيين، رغم ده بيت ابوه، يعني انت ضيف عند ابوك، انت مش ابوك جاي لك انت عندك، ده انت اللي قاعد مع ابوك ومتجوز عند ابوك، وابوك هو اللي بيساعدك في المعيش، وكمان مش عاجبك عايز تطلعه ويروح عند ولاده التانيين. شيء طبيعي الاب لازم يصعب عليه نفسه. وايه المشكله لما الاب يشتم ابنه؟ ايه المشكلة؟ وحتى لو ابوك ضربك ايه المشكلة؟ ده الاب بيضرب ابنه ومن جواه بيتقطع، بيتمنى ان ابنه يجري من قدامه عشان ما يكملش ضرب. لكن احنا للاسف لما بنكبر بننسى ان ده ابونا. ايه المشكلة لما الاب يضرب ابنه؟ فيها مشكلة لما الاب يضرب ابنه؟ فيها مشكلة؟ ده الشرع على فكرة، الاب لما يقتل ابنه شرعا ما يتحاسبش، لكن يقول لك الاصل، الاصل لما يقطع الفرع ما يتحاسبش، لكن الفرع لو قطع الاصل يتحاسب. يعني الاب لما يقتل ابنه شرعا ما فيهاش مشكله، لكن الابن لما يقتل ابوه هنا المشكله. هو ده الطبيعي، الاصل هو اللي جاب الفرع، لكن ما ينفعش ان الفرع يقتل الاصل،
ما ينفعش الابن يقتل ابوه. يا جماعه احنا بعدنا عن كل تعاليم الدنيا والاخره، ربنا مسهل لنا كل شيء ووصانا على الوالدين، احنا بنعمل ايه؟ بنقتلهم عشان نستريح منهم. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.